احنا 6 فنانات تشكيليات. عندنا هذا الطقس السنوي بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان. بنفس الوقت من اول الشهر منشارك بهذا المعرض. الهدف منه الاساسي دعم هي المؤسسة الجميلة اللي لها اعمال كتير صراحة يعني صعب نشكرها عليها. احنا مجتمعين مع بعضنا وللسنة التالية على التوالي احنا بنعمل هذا المعرض. السنة الماضية كان بنوفا جاليري نوفا، السنة بجاليري جودار. و 40% من المبيعات إن شاء الله راح تكون للمؤسسة. جودار اليوم عمره 3 سنين، احنا بنقول عنه ارت سبيس، مساحه للفن لكل رواد ومحبي الفن. زي ما حضرتك شفتي بنعرض اعمال فنيه للفنانين، وبنفس الوقت بنعلم فن لاي حدا بيطرق بابنا بحب يتعلم الفن. العالم كله عم بيمرق بفترة كتير عصيبة، يعني الكل متوتر بالشارع وبالبيوت. ما بتصدقي قد ايه الفن بيلعب دور كبير ليريح البني آدم، يعني مزج الألوان وخلق إشي جديد من ولا إشي. يعني أنت بتبلشي بلوحة بمكان وما بتعرفي وين بتنتهي معك. عنصر التحدي كتير حلو، يعني إحنا بنعتبره ثيرابي، علاج نفسي من العلاجات اللي كتير مهمة. بحب أعمل هايلايت على المجموعة هاي لأنه هن مجموعة من الفنانات، أنا كتير فخورة أنه أكون واحدة منهم. بنشتغل مع بعض دايماً، بنعرض لأهداف معينة، والهدف اللي هلأ عارضين له كتير مهم لإلي كامرأة، وكتير مهم أنه نوعي النساء اللي حوالينا وبالمناطق اللي يمكن مش قادرين نوصل لهم قد ايه مهمة التوعية لسرطان الثدي. فبعتبر هاي لفتة حلوة من الجاليري ومن السيدات اللي مشاركين بالمعرض، اللي بيهمهم كتير انهم يوصلوا للمرأة بأي مكان آخر. صحوة الأحلام اسم المعرض للمرة الثانية. سميناه صحوة الأحلام لأنه بداخل كل واحدة فينا حلم، وحلم جميل، وحلو أنه نحقق أحلامنا من خلال هاي المعارض، ونوظف الحلم هذا الجميل على الكانفاس الأبيض برسائل إيجابية للمجتمع وبالذات للمرأة. بالنسبة للأرباح 40% لمؤسسة الحسين للسرطان من المبيعات. الجاليري ما بده ياخذ أي شيء مننا كدعم منه لمشروعنا اللي هو معرض صحوة الأحلام.